فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل عنده 4 من الأبناء، وقد أعطى ابن ابنه بيتا هبة له، فهل هذا جائز؟ والله في محل نظر، هل الأبناء الأبناء مثل الأبناء الصلب تجب التسوية بينهم؟ هذا محل نظر، وكونه يتجنب هذا الشيء لا شك أنه أحوط. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.